رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدي انتي، ولسه مكملين مع بعض حلقتنا النهارده. بنستقبل اولى فقراتنا واولى ضيوفنا النهارده، وزي ما قلنا لحضراتكم في البدايه انه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو موضوع جدلي من قديم الازل. اتجوز عن حب واحده او واحد عرفته وانا اخترته، ولا انقي عروسه يكون حد رشحها لي والحد ده اكون انا بثق فيه جدا واكون عارفه اهلها او عارف اهله، بسمع عنهم او سامع عنهم قبل كده. دي قضيه ناس كتير بتقف عندها، وناس تانيه بترفض الجواز بالطريقه دي، وبترفض الجواز ان هي تكون حد بيرشح لها حد عن طريق يعني المعرفه او الثقه او الحاجات دي كلها، او يكون حد جاره او الكلام ده كله. النهارده احنا هنناقش الفكره مع ضيوفنا اللي هيكونوا موجودين معانا النهارده في الاستوديو، اللايف كوتش الاستاذه داليا كمال والشيخ او فضيله الشيخ ابراهيم سليم نقيب المأذونين الشرعيين. اهلا بحضراتكم النهارده. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني عايز اسال حضرتك، ليه حضرتك مع وجهه نظر انه انا اتجوز جواز سرنات واحنا ممكن نبقى لسه ما نعرفش اي حاجه خالص عن بعض، ومجرد بس انه كلام حد مرشح لي العروسه دي او حد مرشح لي العريس ده؟ طيب خلينا نقول اولا الجواز عباره عن شركه ما بين اتنين، ما بين الزوج والزوجه. مظبوط. لازم احنا النهارده واحنا بنختار شريك الحياه اللي يستمر معانا مدى الحياه ان احنا يكون في صفات معينه متوافقه معايا انا شخصيا، متوافقه مع طباعي وعاداتي واجتماعاتي. اكيد. فالجواز النهارده انا باخد القرار ده، لابد ان يكون هذا القرار هو قرار عقلي يرضى عنه القلب. قرار عقلي يرضى عنه القلب، ان انا باخد القرار ده بعقلي، انا بشوف اللي قدامي ده صفاته ايه؟ في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الحاجات دي متوافقة معايا ومع عاداتي ومع تقاليدي ومع مجتمعي ومع الأسرة اللي أنا موجود فيها، فبناء عليه أنا بروح أختار الشخص ده. صح. وبعد كده أنا الجواز عن طريق الحب زي ما بيقولوا مراية الحب عامية. مراية الحب هي بتشوف زي الفلاش بتضرب في عين الطرف الثاني، فما بيشوفش كل العيوب، هو بيشوف المميزات، بيشوف اللحظه اللي هو لحظه السعاده، لحظه الفرحه، لحظه لقاء الاحبه زي ما بيقولوا، الاغاني الرومانسيه الجميله، الدباديب، بيشوف الشوكولاته، بيشوف التوقعات القويه جدا، التوقعات الكبيره جدا، بمجرد ان هم يخشوا للحياه العمليه بقى اللي هي الحياه الزوجيه، فبيتفاجئ ان سقف التوقعات بتاعه كان عالي جدا، وهو منتظر من شريك حياته أمال وطموحات معينة بتصطدم بأرض الواقع. الحب النهاردة مش هيأكلني، الحب النهاردة مش هيدفع لي الإيجار آخر الشقة آخر الشهر للشقة اللي أنا ساكن فيها. بس هو أحيانا كتير قوي برضو يعني بيبقوا عارفين بعض ومتفقين مع بعض بقالهم سنين كتيرة جدا مع بعض، وبرضو بعد الجواز تحصل مشاكل، فما بالك لو ما يعرفوش بعض خالص. طيب خلينا نقول لغة الأرقام هي لغة يعني كاشفة زي ما بيقولوا، 75% من حالات الزواج عن حب تنتهي بالفشل. منين الارقام دي بقى؟ ارقام احصائيه اتعملت على 1500 حاله زواج، فسالوهم بعض الاسئله اذا كان الزواج عن حب ولا زواج صالونات. في المجتمع الشرقي بتاعنا معظم حالات الزواج هي زواج صالونات مش زواج عن حب. اما سالوا اللي هم اتجوزوا عن حب ايه سبب يعني الرقم ده، انتوا اتجوزتوا ازاي؟ قالوا احنا اتجوزنا عن حب، وجدوا ان 75% من حالات الزواج اللي سالوهم بقت بالفشل. دي حاجه. تاني حاجة النهاردة ان الزواج عن حب النهاردة بيعمي بصيرتك عن كثير من عيوب الطرف الاخر، ففي النهاية يؤدي الى فشل العلاقة الزوجية. يعني مظبوط. بس معلش عايزة اسأل حضرتك هنا بقى سؤال. فعلا الانسان لما بقى بيحب الاول فطبيعي انا غصب عني مش شايفه غير المميزات اللي في الشخص ده، ونرجع نتجوز فخلاص الباب بيتقفل علينا، فنرجع اكني شفت توقعات فعلا مش حقيقيه. طب هل هنا العيب ان احنا في الخطوبه كنا بنتجمل قدام بعض، ولا العيب انه الجواز مختلف عن الخطوبه واحنا مش قادرين لسه نفهم ده؟ الجواز مختلف عن الخطوبه طبعا، بس هو ما ينفعش جواز من غير حب على فكره، لان كده كده المؤسسه دي، هو احنا مش عايزين نقول انها شركه، لان الشركه بتجردها من المشاعر. لا، هي في مشاعر. مش منطقي ان انا هدخل في علاقه فيها شراكه زي ما احنا قلنا. صح. وهي ما فيهاش مشاعر، انا ما اقدرش اطبخ طبخه ما بحبهاش، مش هتطلع زي اللي بحبها، وما اقدرش اسمع كلمه حد من غير ما بقى بحبه. طبعا مش هقدر اعمل ادي عطاء من غير ما اكون بحب. عموما هو الحب مجموعه من العطاء مع الموده مع السند مع شويه حاجات. ليه احنا بنقول ان انا هحب حد هيطلع وحش في الاخر؟ ما هو يطلع يعني حلو. الحاجات دي مش ممكن تتوفر في جواز الصالونات، يعني مش ممكن حد ليه؟ ما احنا ممكن بعد العشره الاقي انه جميل الطباع،
انه يستاهل الحب ده، يستاهل ان انا اكمل معاه. فبالتالي انا مش ضد جواز الصالونات، بس انا ضد ان انا اتجوز وانا ما بحبش. يعني لمجرد فكره الجواز، لمجرد فكره الجواز. هي مش شركه، لا، هي ما هي هي حياه، حد انا بشاركه كل تفاصيل حياتي، كل دقيقه في عمري معاه، مخي، عقلي، كل ده فين؟ قلبي، كل حاجه. ازاي 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 ما يكونش فيه حب؟ طبعا لازم يكون فيه حب. جواز الصالونات بيبقى فيه حب وهو ناجح فعلا، بس بشروط. يعني هل هنا تقدري تقولي انت مع جواز الصالونات بس بشروط؟ انا مع الجواز بحب، انما اتجوز وانا علشان ده عقليا مناسب كذا كذا. اول ما الطرف ده بيلاقي الحب الحقيقي في حياته بيسيب الشيء، بيمشي في نص العلاقه فورا، لانه لقى حاجه انا ما كنتش حاسسها، انا ما كنتش عايش، انا ما كنتش. وكل معظم الطلاقات بتبقى بسبب ده، ان احنا متجوزين عادي، الحياه ناجحه جدا وهي ست كويسه جدا، وفجاه الراجل او الست مش عايزين نحملهم مسؤولية، يبقى حس باحساس رائع جميل بتاع الحب مع حد تاني خالص، وبيقول انا مش عايش. هنا بقى يبقى في ظلم للشخص او للشخصيه اللي عايشه معاه في البيت. هو كان حاطط انا التارجت بتاعي جواز، حطه على انه حاجه لازم اعملها زي الدوامه، انا اتخرج اشتغل اتجوز بدون ما انا اكون عايش بالباشن بتاعي. انا عايزه اعمل ايه في حياتي؟ فانا شايفه ان لا، طبعا انا مش ضد جواز الصالونات اللي خالي من المشاعر، انا ضده تماما، لانه في الاخر بينتهي. الطلاق اكتر هنا ولا هنا؟ مع طبعا الجواز عن حب اكتر، مع جواز عن الحب طبعا، عشان احنا مش داخلين بشراكه بعقلنا. يعني بيعيش اكتر، تقصدي الجواز عن حب؟ بالجواز عن حب. عيب الكلام اللي انا بقوله. موافق للكلام في حته الاحصائيات طبعا، هي صح، وفعلا عشان انا بدخل بتوقعات، انا حد بحبه صح، فانا داخله بدي منتظره منه حاجات كتير، مستحيل الشخص ده يزعلني، مستحيل الشخص ده يجي عليا، مستحيل الشخص ده يعمل اي حاجه وحشه، خاطري الدنيا هتمشي. صح صح. حاجات كتير، ده بيحبني، ده هيعمل لي كل حاجه، ده مش عارف لا. طبعا احنا برضو في الاخر في نفس مطحنه الحياه. احنا في مطحنه الحياه، احنا هيعدي علينا ابس اند داونز طول ما احنا ماشيين. الحب بيعديها، بيمشي المركب، بييسر المركب. بس لو انا فضلت بالعقل الطفولي ان اللي انا هديه او اللي انا متوقعه هيجي لي واخبط في الارض، الحياه هتبوظ. لو انا كبرت وعقلت وعرفت ان الشكل بتاع الحب هيختلف، دايما انا بدي وما باخدش، لا، في حاجه غلط، يلا نقف، احنا لازم نشتغل على العلاقه، احنا لازم نطور في نفسنا. وغالبا اللي بيحبوا بعض بيبقوا عايزين يعملوا كده تقريبا، يعني بيبقوا عايزين العلاقه طبعا، ويكونوا اسره امنه وتكمل الاسره. بالزبط. دي ما يحصلش فيها طبعا مشاكل. بالزبط. ده مش طيب. معناه ان الناحيه الثانيه برضو ما بيعملوش كده. لو اتفقوا هما الاثنين ان احنا حياتنا كويسه، عايزين نبقى ناجحين، ما نروحش يمين او شمال، مش عايزين، انا مش هطلع من العلاقه دي، انت مش، او العكس، برضه بتنجح وهي فعلا بتقعد. يبقى هنا بترجع للاشخاص بقى زي بتوع زمان. طب خلينا، طب نرجع تاني للموضوع زي زمان دول، بس خلينا ننزل الشارع نشوف الناس كان رايها ايه في الموضوع ده، وهل هي مع ولا ضد جواز الصالونات. يلا بينا. ايه اللي بيستمر، جواز الحب ولا جواز الصالونات؟ الحب طبعا، علشان الصالونات عادة هنا في مصر يعني احنا ما بنبقاش عارفين العريس نفسه، ما بنكونش العريس والعروسة مش عارفين بعض خالص، بيجوا بعد ما بيتجوزوا بيكتشفوا حاجات غريبة جدا. لكن لو شخص انا مختاراه عن حب وانا عارفاه كويس واحنا متفقين حياتنا هتبقى عاملة ازاي بعد الجواز، اعتقد ده هيستمر اكتر بكتير من الصالونات. انا شايف ان جواز الصالونات دلوقتي هو اللي ممكن يعيش اكتر، يعني ده الاغلبية اللي ماشي بيها دلوقتي. لكن حتة الحب دي او الحب اللي احنا عارفينه طبيعي اللي احنا اتربينا عليه، شايفه مش موجود دلوقتي كتير. جواز الصالونات دايما بيبقى فيه مشاكل. ليه؟ الاختلاف، انا ما اعرفهاش وهي ما تعرفنيش، تمام؟ فدايما بيحصل اختلافات، ماشي، ممكن على حاجات تافهه مثلا. انما جواز الحب لان هو عن حب، ماشي، ممكن اي خلافات، لا، الحب ممكن يخلي الجواز يستمر. بيعتمد على الشخص نفسه وعلى العلاقه نفسها، سواء صالونات او سواء حب، في الاول وفي الاخر بيعتمد على علاقتهم ببعض ايه، او الشخص ده شخصيته ايه، الاثنين طبعا. يعني اللي بيستمر جواز الحب كده، عشان طبعا هما بيحبوا بعض، فاكيد هيحلوا مشاكلهم ما بينهم وبين بعض، فبالتالي مش هيحصل مشاكل. انا شايف ان جواز الصالونات هو اللي بيستمر اطول، والدليل على كده حتى احنا لو شفنا، لو رجعنا نشوف الاجيال الفايته هتلاقي الجواز معاهم بيطول اكتر يعني. انما حاليا انا بشوف الصراحه الجواز ما بيطولش، او مثلا نسب الطلاق عاليه. جواز الحب هو اللي بيستمر، انك بتكون انتوا الاثنين يعني عارفين بعض بقالكم كتير. اما جواز الصالونات انتوا الاثنين مش حابين بعض، ولو حاولتوا تحبوا بعض ممكن واحد يفضل كاره الثاني. الحب قبلها بنتعرف وبنعرف عيوب بعض واخطاء بعض ونعرف نتعامل،
انما الصالونات انا اول مره اعرفها، هتفشل ولا هتنجح؟ الاثنين ممكن ما يستمروش والاثنين ممكن يستمروا يعني. اعتقد دايما ان جواز الحب او جواز الصالونات هي بتفرق في الاول وفي الاخر من الشخصين نفسهم، هم هيحطوا مع بعض يعني هيعيشوا مع بعض ازاي، وهم بيحطين نفسهم في انهي موقف عشان يقدروا يتعاملوا مع بعض. وجهات النظر اكيد مختلفه، في ناس مع ان جوازات الصالونات هي اللي بتكمل ومش بيتطلقوا، في ناس مع ان الجوازات عن الحب هي اللي بتكمل عشان بنبقى عارفين بعض وبيبقوا فاكرين انه الحب هو كافي ان هو يغير اي وجهه نظر خاطئه عند شخص من الاثنين. في ناس شايفه ان الموضوع يعتمد على الاشخاص، اشخاص تبقى قادره وانها بتغير تفكيرها سواء صالونات او حب. بس برضو هنرجع تاني لضيوفنا ونعرف اكتر التفاصيل. طيب عايزه اسال حضرتك، هل الجواز عن حب بعيدا بقى خلاص عن جواز الصالونات، احنا مثلا ممكن نبقى عارفين بعض حبه صغيرين شويه وبعد كده في شويه حب بيننا واتجوزنا، هل الحب لوحده كافي ان العلاقه تكمل؟ لا، الحب لوحده لا يكفي. وان البيت يكمل؟ الحب وحده في العلاقه الزوجيه لا يكفي. لا يكفي. طب الحب ان الجواز يكون فيه عده عناصر، ايه هي العناصر اللي تنجح اي اسره وتخليها تكمل على طول؟ اهم عنصر ان هو يكون مناسب. اولا انا عايز بس اقول على حاجه، على فكره علاقه الحب ما قبل الزواج، هل الأسرة المصرية النهاردة والأسرة الشرقية بتقبل أن بنت تقيم علاقة مع رجل أو ولد خارج إطار الزوجية؟ لا، العصر اختلف. لا بس العصر اختلف، الشرع نفسه الواقعية. احنا بنتكلم عن الشرع والعرف اللي موجود في المجتمع. ماشي. الشرع لا يقبل أن راجل يعمل علاقة مع امرأة في خارج إطار الزوجية، والعرف لا يقبل. أنا النهاردة ما أقبلش أن أختي أو بنتي أن هي تقيم علاقة مع شاب. انت عايز بنتي تعالى خش من الباب وتعالى تقدم لها وانا اشوف حضرتك مناسب ليها ولا غير مناسب. وغالبا علاقات الحب بتكون في سن المراهقة اللي هي بدايات 17 18 19 سنة، فما بيكونش عندهم الخبرة الكافية او النضج الكافي لاختيار شريك الحياة. احنا لو جينا اتكلمنا الاختيار من ناحية الشرعية، النبي عليه الصلاة والسلام حطلنا بعض القواعد، قال ايه؟ تنكح المرأة لايه؟ لاربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. النبي عليه الصلاة والسلام اختار المرأة المتوافقة معاك في القدر الديني، مش شرط انك انت تكون في قمة التدين وهي تكون في قمة، لا، ان هي تكون قريبة منك في المستوى الديني. الشرط الاساسي في الزواج، ويمكن الامام ابو حنيفة كان ليه رأي كويس جدا، يقولك اشترط الكفاءة ما بين الزوجين، الكفاءة المجتمعية، الاثنين في نفس المستوى الاجتماعي، الاثنين في نفس المستوى الثقافي. ما ينفعش، ده شيء مهم جدا فوق ما تتخيلي. ان انا النهاردة زي ما بنقوله كده مراية الحب عامي، انا شايف الشخص اللي قدامي ده انا بحبه جدا، مش شايف مستوى الاجتماعي، مش شايف مستوى الثقافي. فما باجي النهاردة بيتقفل علينا باب واحد، في حاجات ما بتبانش غير مع العشرة، ما بتبانش غير مع التعامل. صح. النهاردة احنا قاعدين مع بعض بناكل بنشرب، قاعدين في نفس المكان، بيتين في نفس المكان، بعد كده بيحدث تغيرات كبيرة جدا في العلاقة الزوجية، هي بتحمل، في أولاد بيجوا، في بيبي عمال يعيط ويصرخ طول النهار، فهي مش مهتمية بشكلها زي ما كانت مهتمية قبل الزواج. هو رايح الشغل الصبح وبيشتغل وجاي تعبان وقرفان وزهقان من الشغل، فجاي، فأنا محتاج في النهاية شخص يحبني على جميع صفاتي، شخص أنا أختاره يكون مناسب جدا لصفاتي، شخص أشعر معاه بالأمان، أشعر معاه بالاطمئنان، أشعر معاه بالراحة، أشعر معاه أنه هو متحمل للمسؤولية. طيب. عظيم جدا جدا. بس برضو أستاذة داليا، عايزة أقول أن العصر اختلف وتطور في حاجات كتيرة جدا في العلاقات الإنسانية حتى. ممكن النهاردة سن الجواز بقى مفتوح، يعني أنا بقيت بشتغل وسني وصل لـ30 و35 سنة، بقيت بشتغل في وسط رجال، لأنه خلاص المرأة النهاردة بتتقلد مناصب كتيرة جدا وعدة، فممكن تحصل علاقة حب، ممكن طبعًا تحصل أي حاجة طبعًا. ده صح. موجود. صح. فهل جواز الصالونات يتعارض مع تطور العصر أو اختلافه؟ لا، هو في ناس ما بتعرفش تلاقي حد، او ما صدفتش حد اللي هو عايشت معاه الحالة دي، او حصل كذا فشل فبقى عندي نوع من انواع التجنب، الخوف، او في حاجات كتير ممكن تبقى عوامل ان الواحد يلجأ لجواز الصالونات. واحنا مش ضده، لكن احنا ضد ان انا ادخله بدون مشاعر. يعني حتى لو انا تعرفت على حد بيسموه بره arrangement marriage، بدأوا بره بيعملوا كده، بيرتبوا لبعض مواعيد وجوازات،
ان بنتعرف على الشخص ده ونشوفه بلغه الخارج. موجوده دلوقتي ان هما بيعرفوا ناس على بعض، ولما بيلاقوا ان هما قريبين من بعض والعلاقه لطيفه وحبوا بعض اوريدي بنتجوز. يعني الفكره ما فيهاش مشكله، بس هي المشكله ان لازم ابقى داخله العلاقه دي بعقلي كتير، بلس ان لازم يكون في مشاعر الاثنين مع بعض. وبعدين الحب، اسفه، الجواز ممكن يمشي من غير حب على فكره. يعني الجواز اساسه ثلاث عوامل، كنت سالتي السؤال ده يا سارة. ثلاث عوامل اللي بيمشوا الجواز: التقبل، اني بقبل اللي قدامي بعيوبه بتغيراته على مدار الزمن، مش عايز اغيره طول ما انا قاعد 24 ساعه. اصلا الانتقاد يعني بيقتل الحب فعلا، الانتقاد بيقتل العلاقه بصفه عامه طبعا، وبيطفش بصراحه. يعني حتى يعني حطينا ورنا حتى من اصحابنا، لو كل ما هيشوفني هينتقد انا مش خلاص. التعليقات الكتير سواء على الراجل او على الست بيخلي الاثنين عايزين ينفروا ويبعدوا عن بعض. فبالتالي التقبل نمبر 1. لو انا حد متقبلني في كل احوالي هحبه على فكره، صح؟ دي نقطه. ثاني حاجه الاحترام. احنا بنتخانق مش معنى ان احنا بنحب بعض نكسر البيت على بعض، معلش. احنا مشكلتنا ان احنا فاكرين البيت اتعمل بفلوس على فكره. يعني مشكلتنا ان احنا عارفين ان احنا بنحب بعض، فاحنا بنتخانق بطريقه عشوائيه جدا. طب ممكن نتفق على فكره، بنقعد مع بعض على ترابيزه وبنتفق لما نيجي نتخانق هيبقى طريقتنا في حل المشاكل 1 2 3، صح؟ يعني أوكي؟ قبل ما يحصل المشكله نفسها نبقى متفقين على طريقه الخناق، ودي مهمه جدا. يبقى التفاهم والاحترام مثلا دول عمودين مهمين جدا. وثالث حاجه التقدير. جابت لي كوبايه شاي، تسلم ايدك، قامت عملت لي شاي، جاب لي وهو جاي حاجه كنت قايله له يجيبها مثلا من اسبوع وكان ناسيها وافتكرها. نقدر بعض، شكرا وكتر خيرك، ويبقى حاجه بقى انت البطل اللي في الحياه. صح. هتمشي الدنيا، ساعتها الحب هيطلع وهيمشي وهيستمر. يعني قصدي هيمشي معانا في مراحل حياتنا وهيستمر وهيكبر كمان وهيكبر. طيب احنا معانا اول تليفون دلوقتي، موده. اهلا بيك يا موده. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك، اتفضلي. ايه سؤالك؟ سؤالي، انا مع جواز ضد، انا فكره متجوزه، انا متجوزه صالونات وبقالي 7 سنين، وجواز ناجح جدا ما شاء الله. والحب جه بعد الجواز. ما بدا ممكن توطي التلفزيون شويه؟ تمام مع حضرتك. متجوزه 7 سنين ما شاء الله، والجواز ناجح جدا. والحب جه بعد الجواز. جه على طول بقى بعد الجواز ولا بعد فترة؟ لا، بعد حوالي 3 4 سنين كده. طيب كويس. طيب ايه سبب نجاح جوازك يا مودة؟ بيحبني جدا 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 ما شاء الله. طب ايه سبب نجاح الجواز بتاعك من وجهة نظرك؟ يعني ايه المميزات اللي عندك واللي عنده خلت العلاقة تكمل، واساسا هي ما كانتش بادئة على حب؟ هي جت مع الوقت، مع العيشة وعيشتنا مع بعض، جت مع الوقت، حبنا جه مع الوقت. شكرا جدا ليك يا مودة. طيب يعني احنا شفنا نموذج اهو فعلا عادي، انه اكيد في عوامل مهمه جدا في نجاح زواج الصالونات. اكيد اهم عامل في العلاقه ان الاسرتين راضيين عن الجوازه. الاسرتين هنا وهنا. انت لما بتروح تختار، اولا انت اللي دايما اللي بيبدا بالاختيار هو الراجل. هو اللي بيرشحوله بنت في اسره معينه، فهو بيشوفها بطريقه او باخرى، والشرع يبيح ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله واحد عشان خاطر عايز يتجوز امراه من الانصار، قال: فاذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدي ما بينكما، ان الحياه الزوجيه تستديم ما بينكم. بص، يمكن تلاقي فيها حاجه تعجبك فتخليك انك انت مقبل على الزواج منها، او حاجه تخوفك من الزواج فانت تبعد من البدايه. يبقى احنا كده ايه، زي ما بيقولوا كده، احنا لسه على البر. فاهم عامل بيحصل ان الاهلين بيبقوا داعمين للعلاقه دي، ان الاهل هنا وافقت والاهل هنا وافقت، عكس الزواج عن حب. ممكن الاهل يكونوا ضد العلاقه دي في الاساس، فبيكونوا عامل اول ما البنت النهارده يحصل خطا من جوزها تقول لها: شفتي، مش ده اللي انا قلت لك عليه ان هو يحصل منه كذا وكذا وكذا. فبيكونوا معول هدم العلاقه. فكذلك هم بيبقى معول بناء، وهم اساس بناء للعلاقه في حاله زواج الصالونات. ان يعني انا اختار الاهل بقى بينقذوا برضو الاسره دي لو حصل فيها اي مشاكل، ممكن داعمين ليها بقوه، لان هم شركاء في الاختيار. فانا مش عايز قراري انا كاب اخترت البنت عريس، انا مش عايز اطلع ان انا اخترت اختيار وحش سيء قدام بنتي. فلو لقيتها ان هي يعني، وكمان سقف التوقعات بيكون اقل. انا مش رايح، انا داخله كده كده زواج، مش يعني مختاراه اختيار عقلي، فانا مش متوقعه منه كتير،
وفي نفس الوقت انا احاول ابذل اقصى جهد عشان خاطر اقرب من الراجل ده وهو كذلك يبذل. مش قادره كده يعني خالص مش قادره حضرتك كده ناشفه جامده قوي الحقيقه يعني مش ناشفه ولا حاجه. احنا مش لاقينا ابدا احنا يعني. عندنا انا لما بختارها مش مجرد ان انا بختارها بروح اتجوزها. مش في فتره خطوبه؟ ايوه احنا بنتعرف على بعض. احنا بنشوف بعض. ما حصلش القبول ولا الحب ده العقل بس هو اللي يمشي يعني بناقص. لو انا يعني النهارده اشترط مع جواز الصالونات القبول يبقى في قدر من القبول. هو حضرتك شفت اللي بينتحروا عشان اهاليهم قالوا لهم مش تتجوزوا اللي بتحبوهم، وانت شفت اللي قتل واحده عشان خاطر بيحبها؟ شفناها دي كتير. بس دي حاجات متطرفه. طيب. على الاخر ما احنا بنقول ان انا لو جالي يعني انا دلوقتي يعني جالي ابني او بنتي في حد انا ما بحبهاش. طب انا ما لقيتش حد يحبني او احبه اعمل ايه؟ انا مالي؟ لا طبعا ما اتجوزتش للعلاقه دي. طب ما انا استنى شويه. الحاله الوحيده اللي ينفع ان انا اقول لاهلي لا انا بتجوز عشان اقامه الاسره، لما اكون بحب حد عايز اتجوزه. طب ما انا اتجوز عشان اعيش حياه حلوه. ويعني الحب مش رقم واحد، بس الحب رقم مهم جدا في الجواز. يعني ازاي هقدر عمود مهم. معانا حنان على التليفون، نشوف حنان برضو رايها ايه في الموضوع ده. الو الو. ايوه حنان ازيك؟ ازي حضرتك. قولي لي انت رايك ايه، هل انت مع جواز الصالونات ولا مع جواز الحب والعلاقات اللي هي قبل الجواز على طول؟ والله هو لما يبقى جواز صالونات ومبني على الحب ويرجع فجأة الحب يروح. لا معلش، وطي التلفزيون ووضحي لي وجهة نظرك اكتر. وطي التلفزيون ده يعني هو انا كنت متجوزة جواز صالونات وحبيته وهو حبيني، وبعد كده بعد الثلاث عيال الحب راح من يمته هو. بس انت لسه مكملة بتحبيه؟ لا هو سابني وحب واحدة عليا ورماني انا والثلاث عيال. طب ما دي بقى المشاكل اللي بتحصل احيانا بقى مع جواز. ورفض انه كمان يطلقني رسمي. في مشاكل بقى. طب انت شايفه يعني انه اللي حصل في جوازك ده هو انه من الاول من البدايه ما كانش فيه قصه حب بينكم؟ لا كان فيه والله، بعد ثلاث اطفال وكنت بحبه جدا. كنت عايزه اقول لحضرتك ان انا كنت عايشه معاه في شقه على طوب احمر. وراضيه بكل حاجه بالنسبه له. هل انت اهملتي في نفسك شويه بعد الثلاث اولاد دول؟ انا التهيت في عيالي حقيقي ما اكذبش، بس هو فضل يعني اللي عرفها عليا كانت صاحبتي. معلش بقى ده هنا دي مؤامره عليكي والله، بس يعني دي مؤامره عليها من صاحبتها ومنه هو. وان المفروض ان احنا، انت قلتي بعد الثلاث اولاد كان في بينكم حب، بس هو يعني وهي ملهيه هو مشي لان هو مشي لانه خلاص. لا ان انت شايله انا كده بس كنت عايزه اعرف حضرتك المأذون هو انا كده. هو رمى عليا يمين من حوالي ثلاث شهور، فكنت عايزه اعرف انا كده مطلقه ولا لسه على ذمته ولا ايه. هو ما ادانيش ورقه عند المأذون راح. ما هو احنا لازم يثبت اليمين ده بطريقه رسميه. لازم يروح عند المأذون الشرعي ويثبت اليمين ده بطريقه رسميه. لو ما اثبتوش هو رافض ان هو يروح يثبته بطريقه رسميه. طب انت عندك شهود يشهدوا ان هو اوقع عليك يمين الطلاق؟ عندي اهلي. وهل هو رجعك ولا ما رجعكيش؟ ما ممكن يكون اوقع يمين الطلاق. هو ردني وعاش معايا 15 يوم بعد اليمين، وقال لي انا هدفع الكفاره اللي دار الافتاء قال عليها. وبعد كده سابني ومشي تاني. انا هو مش مطلقك بقى؟ ما هو انت بتقولي ردني، يعني هو طلقك طلاق رجعي. بعد الرد راح رامي نفس اليمين برضه حضرتك، في المشكله حصلت راح رامي نفس اليمين. طيب انت محتاجه ان هو اما يجي لك تطلعي بيه على دار الافتاء. هو مش عايز يجي، هو رافضني انا وعياله. انت قدامك اللجوء الى القضاء لاثبات الطلاق. وانا عيالي دعوة اثبات طلاق. عيالي كبار رافضين ان انا اشتكيك. طب ما هو لازم، ما انت حضرتك ما ينفعش ان هو يكون مطلقك ويعيش معاكي. لا هو مش عايش معانا، هو رافضنا نهينا من حياته خالص. طب انت الجاي الى القانون بقى، خدي حقك بالقانون انك انت ترفعي دعوة نفقة، ترفعي دعوة اثبات طلاق، ترفعي دعوة خلع. اذا كان هو مش عايز يجي بالطرق الودية، شوفي حد من اهله كلميه، شوفي حد من كبراء العيلة عنده كلميه، بحيث ان انتوا توصلوا لحلول. يعني ما يسيبكيش كده انك انت معلقة. ما هو كل الحلول عندهم ان خليكي زي ما انت. ودلوقتي بقى لي خمس شهور، يعني انا كده ماشيه في خمس شهور. لا ده يقسم شرعا طبعا، حرام عليه. وفي ظلم ليكي طبعا. بصي يا حنان، ربنا ما يرضاش بالظلم، وصدقيني حقك هيرجع لك ثالث ومثلث، ولا يهمك ولا يهمك. وخليكي واثقه في نفسك، واعرفي انه هيلف وهيرجع لك مره ثانيه. انت ام عياله، وانت اللي كنت موجوده واقفه معاه وقت الشده، فصدقيني العلاقة الجديدة دي هتاخد حلاوتها، وبعدين هتنتهي وهيرجع لك مرة تانية، ولا يهمك. يعني طبعا انا هنا بقى عايزة اعرف حاجة، هل ده ليه علاقة فعلا
بجوازات الصالونات عشان هي اكيد دلوقتي هي هتحس انها عشان اتجوزت صالونات فده كله حصل لها عشان ما كانش في حب من البدايه والحب جه بعد. بس هو على ارض الواقع برضو ده بيحصل مع الناس اللي متجوزين عن حب، بتلاقي فجاه صاحبتها دخلت وخدت جوزها مع انهم متجوزين عن حب سنين. صاحبتها دي هي عرفت نقط ضعفه منها، هي عرفت تدخل له ازاي منها، ايه اللي ناقص صاحبتها اديته له بس بمنتهى البساطه. منتهى البساطه خليتها ملهيه مع العيال، انت ملهيه ومعرفاني كل حاجه وانا عرفت اوصل له ازاي وايه اللي ناقصه. وهو بالسهوله دي، هو بالسهوله دي يعني هو احنا مش عايزين نطلع الراجل انه مسلوب الاراده، يعني هو مش مسلوب الاراده طبعا، هو يقدر يقول لا، ولكن هي دخلت له صح وهو عنده وقت لان مراته مش فاضيه له، ولان انا الشرع بيحلل اربعه، كل الطرق تؤدي لنفس لروم. بس هو كمان ارتكب خطا مزدوج، هو كمان اهملها وسايب بيته وسايب عياله وما بيصرفش عليهم، يعني ده زود المبلغ طين زي ما بيقولوا. هناخد استاذه عزه وارجع تاني للنقطه دي لانه في ناس كتير بتعاني منها. ايوه استاذه عزه اهلا وسهلا وعليكم السلام. استاذه عزه انت مع جواز الصالونات ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله. ممكن توطي التلفزيون وتقول لنا انت مع جواز الصالونات ولا ضده؟ انا موطيه خالص. لو سمحتي بس انا عندي بس مشكله لبنتي، بنتي كانت مخطوبه جواز صالونات يعني لمده شهرين. اتطلقت؟ لا ما اتطلقتش، هي خلاص كانت هتتجوز يعني، كنا عاملين شبكه ودخله وكانت بتكتب بسرعه، فهي كانت مرحبه بالموضوع الاول وكل حاجه وجت على اخر حاجه وكنت فرشنا يعني، بوظت الفرح على 3 ايام. معلش انا عايزه اعرف هي عندها كام سنه؟ عندها 22 سنه. كل دوت عشان بردك بيقول لها مامتي اولا واختي اولا، ما تزعليش حد وكده والكلام دوت. وجينا نفرش، اتحشر في قصه الفرش والعفش والكلام دوت معانا، فضل يقول لا ده وحش ده حلو لحد ما فرشنا كل حاجه وبقولنا الجواز على الحاجه دي. هي جت قالت لا انا مش عايزاه، ادم بيعمل كده من الاول. متدخل بزياده. رد الشيخ، عايزه رد الشيخ. ما هي عايزه تسال عن ايه بالظبط برضه؟ يعني هي بتقول لك انه بنتها بوظت الجوازه. الافضل ان انا النهارده لو ما فيش توافق في العلاقه. انا زعلانه عشان هي بوظت الجوازه قبل كده. لا ما تزعليش، لا ما تزعليش، اصل الزواج اولا هو نصيب. هي قالت انا كده مش هنفع معايا يعني، هم شدوا مع بعض في يوم العفش يعني ما اتفرش وكده، وكان كل حاجه يقول لها مامتي وبابايا واختي. هي كان مكتوب كتابها صح؟ انت كنت مكتوب كتابها؟ لا شبكه بس. كنا كويس يعني، هي فتره الخطوبه معموله عشان كده. بصراحه يعني احنا نزلنا الحاجه كلها باظت يعني ساعتها. طيب حضرتك انت النهارده لو نفترض ان الزيجه دي كملت وبنتك حملت منه وانجبت اولاد والمشاكل دي بقت يعني اكبر من كده بكتير، فجيلك بنتك معاها عيال وعليها مسؤوليات اكبر بكتير من اللي هي فيها، لكن النهارده هي سهل ان هي تروح تتجوز، لو عايزه تتجوز بكره الصبح، هي ملهاش عده، هي ملهاش اصلا علاقه، هي كانت فتره خطوبه وتفشكلت. طب حضرتك يعني انا بسال بس عشان قبل الفرح بثلاث ايام هي بوظت الدنيا قبل ان شاء الله يوم الفرح نفسه، حتى لو كان يوم الفرح ما فيش اي مشكله خالص. هو نصيبها كده وقدر ربنا كده. هو هي متعقده من الخطوبه ديت وعماله تقول لا انا مش هتجوز تاني، يعني هي متعقده من اللي حصل. والله يعني انت حاولي بس ترغبيها، يمكن مش كل الرجاله وحشين زي خطيبها ده او الشخص اللي هي قابلته يعني. فاحنا يعني عندنا يعني بنقول اللي هو ده عين او ايه اللي حصل، عشان الجوازه جت بسرعه شهرين، يعني خطوبه شهرين وجهزنا في شهرين. ماشي، ما هو فترة الخطوبة هي فترة كل واحد فيها بيحاول ان هو يفهم طبيعة الطرف الثاني ويشوف الصفات اللي موجودة عنده مناسبة معاه ولا مش مناسبة معاه. لو الصفات مناسبة يبقى احنا نكمل الحياة الزوجية ونتمنى من الله ان هي تستدين، لكن لو لقينا ان في حاجات او صفات الصفات دي مش متناسبة يبقى الافضل ان احنا ننفصل واحنا لسه على البر، بدل ما نتجوز ويبقى عندنا اولاد يعني ويبقى عندنا بيت ويبقى عندنا مشاكل اكبر من كده. مفيش مشكله اصلا يا استاذه عزه، انا بشكرك جدا، يعني هو الموضوع اصلا ما فيهوش مشكله وبنتك شويه وقت بس وهترجع مره ثانيه. انا عايزه اقول بس للاستاذه على بنتها يعني انت تفرحي ان ده حصل قبل الجواز مش بعده. أيوة. تفرحي ان البنت عارفه هي عايزه ايه وشافت من قرار. طبعا وخدت قرار وقويه، اصل قبل فرح ثلاث ايام قبل فرح ثلاث ايام يعني هي شطرة. عزمت الناس يعني عملت الميك اب هي عارفه هي عايزه ايه، ربنا يرزقها يا رب بحاجه احسن. قلت لك اتعقدت كمان من الجواز عليك. نفسه لا يعني هي بس فرد يعني حد حد ما كانش لحد ما ربنا يرزقها بالنصيب ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا يرزقها بالخير. لا اصل هي كمان بتتكلم في صفه صعبه جدا مع الجواز، ان هو متدخل جدا
فهي البنت حست ان انا مش هقدر اكمل مع الصفه دي، فاحسن ان انا انفصل. دي بنت قويه وشجاعه جدا. اه برافو عليها والله ان هي خلصت العلاقه الزوجيه في البدايه بدل ما كانت دخلت وكانت المشاكل تبقى اكبر. وده اللي بنشوف بقى في اسره المحكمه، علشان كده بنشوف الساحات المحاكم مليانه. 255 الف حاله طلاق في السنه. ستات يا عيني. 255 اخر احصائيه لعدد حالات الطلاق. احنا معانا فاطمه على التليفون دلوقتي. اهلا بيك يا فاطمه. اهلا بيك يا فاطمه. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي، ايه سؤالك؟ هو انا دلوقتي بمناسبه موضوع الحلقه، جواز الصالونات معايا ولا لا؟ اه والله هو انا شايف اني انا متجوزه اولا على طول بقى 13 سنه تمام. بقى لي 5 سنين متجوزه ومعايا الحمد لله بنتين. 13 سنه ما شاء الله. اه الحقيقه اصلا يعني ان موضوع الجواز فيما بعد والمسؤوليه وكده بيغير حاجات كتير قوي في الحياه. يعني ولا الانسان اللي انت بتحبيه طول يعني قبل الجواز وقبل فتره الجواز ديت بيفضل هو الانسان، بيفضل الشخصيه نفسها، لكن في حاجات كتير بتتغير. وبرده الجواز عن الجواز الصالونات في حاجات كتير ما بتبقاش واضحه بعد الجواز. هو انا في حاجه مش فاهماها، هو انت اتخطبتي وانت عندك 13 سنه ولا انتوا اتخطبتوا لمده 13 سنه؟ مش فاهمه. لا 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 انا اتخطبت معاه 31 سنه. اه وكنت اعرفه من وانا 19 سنه. ايوه ايوه كنت تعرفيه من زمان قوي. اه كان في علاقه حب يعني. اه يعني هو ابن عمي ويعني في بيت عيله وبيت واحد وقدم لي ناس كتير ورفضتهم عشانه. بس هنا الموضوع مختلف شويه، لان انتوا هنا يعتبر متربيين مع بعض، عارفه عنه كل حاجه، عارفه تفاصيل اهله، عارفه كل شيء. متربيين مع بعض، فالفكره في التعامل في الموقف نفسه في الحياه بعد كده. صح. في الجواز ومسؤوليه داخل البيت غير خارج البيت بتفرق. آه. صح طبعا طبعا. بس وهم بيتعاملوا مع بعض كتير وتعرفوا على بعض، الحياه بعد كده هي اللي بتحكم اذا كان الشخص ده كويس او لا، او هنقدر نتقبله او لا. بس صح، المعيشه المعيشه في الاخر هي اللي بتحكم. بالظبط. احنا بنشكرك جدا يا فاطمه، شكرا ليكي. برضو لو قعدنا نتكلم على المعايير اللي المفروض على اساسها نختار الزوج، لازم تكون واضحه من البدايه علشان بعد كده ما يحصلش المفاجآت دي. صح بالظبط. صح دي حقيقة. بس احنا بقى خلاص علشان للأسف وصلنا لنهاية فقرتنا، فعايزة من حضرتك ومن حضرتك نصيحة أخيرة للمتجوزين عن حب أو عن صالونات. يعني احنا في الآخر يهمنا المصلحة العامة، اللي متجوز عن حب إن الجواز ده يدوم لو في أولاد أكيد، وحتى لو ما فيش. وبرضو اللي متجوز عن صالونات أكيد العلاقة إزاي هتدوم، يعني إيه الأساسيات اللي تبقى موجودة، وقبل ما يتجوزوا برضو إيه الأساسيات اللي أنا أشوفها في الشخصية أو في الشخص ده أنا هقدر أكمل سواء في حب او ما فيش، او انا هنا هنفر من الشخص ده لو الصفات دي موجوده. هو احنا لو هنتكلم على الجزء الاولاني من السؤال، خليني اخد الجزء الاولاني، ان انا لو هتكلم المتجوزين اذا كان عن حب او مش عن حب، العلاقه دي علاقه مقدسه، ودخول غرب فيها بيدمرها وبيبوظها، واحنا لازم نعرف ننجح جوازنا ازاي. احنا مبدئيا لازم نبقى احنا الاثنين فاهمين احنا عايزين ايه. احنا الاثنين عارفين احنا عايزين ايه من الطرف الاخر، يعني انا ابقى عارفه انا عايزه ايه وعايزه ايه كمان من الطرف الاخر. وان علاقه الجواز هي اخذ وعطاء، مش طرف بيضحي طول الوقت ومستني من اللي قدامه يديه وما بيدوش في الاخر. صح. الموضوع كله ان احنا لو احنا الاثنين ايا كان نوع الجواز قررنا ان احنا هننجح العلاقه دي، احنا الاثنين هنشتغل عليها، هي هتنجح وهتدوم وربنا هيبارك فيها. صح. انما اي حاجه تانية بعد كده بتعدي، لان كده كده الجواز الحياه كلها صعوبات. صح. بتعدي ازاي؟ بتعدي لما ربنا يبقى كاتب فيها التيسير كده والبركه. صح. وبنشتغل عليها بالظبط، نيسر على بعض ونيسر على بعض. اما بالنسبه للعلاقه الزوجيه، هي علاقه قائمه على الموده وعلى الرحمه، زي ما ربنا قال وجعل بينكم موده ورحمه. يبقى لازم يكون في موده ولازم يكون في رحمه. الحب ده ممكن واحنا شباب، لكن في ساعات بنوصل لمرحله ان انا مش بنفس قدر الحب بتاع زمان، لكن في قلبي رحمه ناحيه الطرف وفي تقدير ناحيه الطرف الاخر، فبذلك تستمر الحياه الزوجيه. سيدنا معاويه كان بيقول لو ان بيني وبين الناس شعره ما انقطعت، ان شدوها ارخيتها وان ارخوها شددتها. احنا البيت مش مكان، مش وكر تسكنه الثعالب وليس غابه تسكنها الوحوش، وانما هو مكان جعل للموده والرحمه. لازم يبقى في موده ولازم يبقى في حب في بيوتنا.
هو ده اللي والله يعني كلام جميل، وبشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا النهارده. والحقيقه انه الكلام في المواضيع اللي زي دي عمره ما هيخلص ابدا، لان هي مشكله موجوده من قديم الازل، واحنا دايما بنوعد الجمهور ان احنا نتكلم في المواضيع المنفصله والمتصله. فشكرا جزيلا لوجودكم معانا النهارده، واتمنى يعني نكون قدرنا نضيف على الاقل للساده المشاهدين اي نوع من انواع النصح والارشاد. اتمنى هنروح لفاصل صغير جدا ونرجع مره ثانيه نستقبل ضيف جديد وفقره جديده في انتي، استنونا.